العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده. اهو الالبومات، الصور، الاسماء، بس طبعا دي مش كل الاسماء اللي بعتت، احنا بعت لنا الاف. صحيح. يعني بجد والله العظيم انا مبسوطه جدا. انا وكريم لسه كنا بنقول قبل الهوا سعداء بالتواصل اللي بيننا وبين حضراتكم، اللي احنا يعني دايما حريصين ان هو يكون شيء اساسي في هذا البرنامج، مش فكره بس احنا طالعين بنقرا اخبار او بنستضيف ناس معانا، لا احنا حابين دايما ان احنا يبقى في بيننا تواصل. حتى لو حضراتكم فاكرين احنا كنا بنطلب منكم في بدايه خالص البرنامج قولوا لنا ايه الفقرات اللي انتم عايزينها، فكل ده بيهمنا جدا التواصل فيه مع حضراتكم. قبل ما بس ما نبدا كمان ونختار ان شاء الله الاسماء اللي هي هنا اهي، عايزين نفكر حضراتكم مره ثانيه ان السؤال كان متى تم انشاء ملعب التتش وكان اسمه ايه قبل كده، ويمكن احنا يعني في الحلقه النهارده برده ذكرنا الحته التاريخيه عن هذا الموضوع وجاوبناه بالفعل يعني. وبرده عايزه انوه ان شاء الله الموضوع ده او الفكره دي هنعملها كل شهر او كل ثلاث اسابيع حسب، وهيبقى في جوائز مختلفه مش بس البومات الاهلي، احنا هنعمل تيشرتات للاهلي وهيبقى ممكن كده نوصل يا رب للتليفونات يعني. احنا مش ده الموضوع بيتصعب جامد يعني، ممكن يبقى في شقق بعد كده الله اعلم يعني، احنا وحظنا بقى. اللطيف في الموضوع بصي كميه التفاعل، الاف الرسائل اللي جات لنا يعني، الاف الردود والاف الاجابات على الاسئله اللي احنا سالناها، عشان في نهايه الامر ناس عايزه تفوز ومهتمين جدا بان هم يفوزوا بالبوم للنادي الاهلي. الالبوم ده اللي هو هيكون يعني الفتره اللي جايه كده كده متوفر، بس بصي درجه المحبه واصله لفين. بص فكره ان هم فازوا بالالبوم الخاص بالنادي الاهلي دي حاجه كبيره عند ناس كتير الحقيقه. هو يمكن فعلا سعره مش غالي زي ما كنا في الفقره بنتكلم، 35 جنيه تحديدا. صحيح. والستيكرز كل واحده ب 5 جنيه من اللي هم جوه، بس هي فكره في التاريخ، انت بتتكلم هنا عن تاريخ محكي جوه يعني، في كده متعه وانت بتحط الصوره وبتشوف الصوره دي قصتها مكتوبه في الالبوم، فيعني اعتقد ان هي جميله جدا. يلا يلا انت مره وانا مره. طب خلي البدايه عندك انت. خلي البدايه عندي. الله يلا. هم مش بيعملوها كده ولا اسحب على الصوره؟ بيعملوها ازاي ولا كده؟ هي كده كده قصدك. عايزه اقول والله العظيم احنا عندنا شفافيه في هذه المسابقه، والله العظيم الاسامي اللي جت على قد ما نقدر اخذناها كتبناها وحطيناها هنا مع حضراتكم. يلا. أيوة. بحس ان انا بعمل خلطه اكل، خلطه المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول طلعوا اتنين. اول لا يبقى لازم تسقطي واحد تاني. لا هختار تاني من الاول، من الاول عشان للمصداقيه، للمصداقيه. حلو. سمعينا بقى اسم اول فايز. اول فايز معانا دعاء خدري. دعاء خدري اهو. دعاء مبروك خدري. يا دعاء. يعني بص انت بتقولي دعاء خدري وانا عيني راحت على فين؟ دعاء من الناس اللي كانت بعتت لنا الاجابات حتى موجوده معانا في اول ورقه اهي. دعاء. برافو. تمام دعاء. انا مبسوطه انها بنت على فكره. بتقول تم انشاؤه عام 1909 وكان اسمه الحوش. مظبوط مظبوط. طيب دي اول فايزه معانا، والفايز رقم اثنين او الفايزه رقم اثنين برضه اثنين؟ لا واحده وصغيره المره دي. العالم شاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابو رسلان. تاني ألبوم لتاني فايز من الناس الجميلة اللي بيتابعونا، محمد أبو رسلان. وأخيرا وليس آخرا ما يجي بقى يعني فلور مانجر، ما تيجي تسحب يا بكير. تعال والله بس. تعال اسحب وارجع. فرصتك جت. تعال اسحب وارجع. فرصتك جت للظهور. تعال يعني مين طب اللي هيسحب فينا؟ طلعي تعالى نعمل ملك وكتابه بكده. شايفه كده؟ والله ما هي راجعه. والله ما هي راجعه. ثانيه واحده. على فكره احنا بنعملها دايما ملك وكتابه في حاجات ثانيه. انت مين فيهم؟ انا الملك. شرف اسم بلاده بجهد ولاده. بس صاحبتي انا، صاحبتي انا. اذا يبقى ثالث اسم من الاسماء اللي هتفوز معانا هيكون لمين؟ بس انت ما رميتش الملك وكتابه كويس. بس مش لا والله لا والله لا والله رميتها مظبوط. بسم الله الرحمن الرحيم. اخر فايز معانا هو يوسف خالد. مبروك يا يوسف. ثالث واخر البوم.
شويه. عندنا ثلاث فايزين. نقول الاسامي على فكره كده كده. دلوقتي الفريق بتاع الاعداد بتاعنا هيتواصل مع حضراتكم. نقول مره ثانيه محمد ابو رسلان ويوسف خالد ودعاء خضري. الفريق عندنا هيتواصل مع حضراتكم علشان طبعا زي ما اتفقنا وزي ما وعدناكم هتكونوا معانا يوم الاربعاء وهنسلمكم الالبومات وهنتصور معاكم وهتنزلوا على السوشيال ميديا وهتنبسطوا جدا واحنا كمان هننبسط جدا في التواصل معاكم. نقرا بقى قبل بس ما نمشي ونسيبكم هنعرض الاسامي تاني قدام حضراتكم دلوقتي عشان بس ناكد ولو حد منهم ما كانش موجود حد يعرفه يبلغه. دعاء خضري زي ما قلنا. محمد ابو رسلان ويوسف خالد. الف مبروك ليكم انتوا الثلاثه. الف مبروك وهنشوفكم ان شاء الله الاربعاء.